خلينا نروح لمباراه الزمالك ومولوديه ومقارنه بيها، او على طول نروح على مباراه تونجث او الترجي وتونجث السنغالي. فريق مبهم بالنسبه لنا، صحيح اقصى الرجاء، لكن في ظروف كانت مطر وميه والمفروض الماتش ما يتلعبش، ما اعرفش ازاي الحكم لعب المباراه دي واثر بشده على فرص الرجاء وخرج الرجاء من البطوله بسبب هذا يعني او هذه الاجواء المشحونه. يعني رايك النتيجه الافضل للزمالك ترجي امام تونجث عامله ازاي؟ والزمالك عنده المباراه القادمه مع بطل السنغال، ثم الترجي في القاهره، ثم الترجي في تونس، تقسيم المباريات مع التعادل الاول للزمالك في ملعبه. طبعا احنا لو هقول بتمنى ايه، هقول بتمنى ان الترجي يتعادل مع تونجث. انما طبعا الترجي رجع مثلا انيس البدري، أيوه. رجع اكتر من اسم كويس جدا، عمل تعاقدات كويسه السنه دي، صفقات قويه جدا، وبيشتغلوا على بطوله افريقيا دي لان هو ده الاهم بالنسبه لهم. ممكن يفكر في الدوري التونسي، انما في المقام الاول الترجي في بطوله افريقيا هو التارجت بتاعه، زيه زي الزمالك، زي الاهلي، زي كل الانديه الكبيره، مازيمبي بيترجتوا، بيبقى التارجت بتاعهم البطوله. فعاملين صفقات قويه، فرقه محترمه فرقه الترجي. فرقه السنغال بالنسبه لي فرقه لسه ما شفناهاش، بكره نتفرج عليها قدام الترجي. وهنشوف ايه التيم ده عامل ايه. انما الطبيعي يا كابتن فرقه لسه ما لهاش تاريخ، كل طموحها ان هي توصل دور ال 16. اعتقد ان او مهم جدا يا كابتن ان انت لما بتلاعب الفرقه الصغيره دي ان انت تدوس من البدايه. بس خلي بالك الزمالك السنه اللي فاتت اكتر حد تعب وجنريشن فوت السنغالي، يعني 2-1 وكانوا كسبانين 2-0 وهنا 1-0 بالعافيه والزمالك صعد لو تفتكر يعني. فدايما الكره السنغاليه بتبقى شويه بتقلقني، عشان اكون امين معاك يعني، على مستوى الانديه. انا ما فيش حد يقلقني قدام الزمالك الا حاجه واحده بس، الزمالك. الزمالك نفسه. بس انما انا بالنسبه لي كل الفرق الكبيره، كل الفرق الكبيره اللي الزمالك بيلعبها الفتره الاخيره بيكسبها. مظبوط. كل الفرق الصغيره، مع كل التقدير والاحترام للفرق الصغيره اللي عملت ماتشات كبيره ضد الزمالك، الزمالك بيتعثر قدامها. فانا مشكلتي مش في الفرق الكبيره، ما بقلقش منهم، ما بقلقش من اي فرقه كبيره قدام اللعيبه اللي موجوده دلوقتي. اقلق من الفرق الصغيره اللي بنطل، اللي بتروح مثلا في الدوري زي 2 بونت من اسوان، 3 بونت من المحله، دول المفروض ان 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 لعيبه الزمالك نازلين وضامنينهم قوي. فعشان كده بنتاثر في النتائج السلبيه معاهم. انما انت هتلاعب الترجي، لا معروف الترجي الزمالك بيبقى عامل له 1000 حساب. فمركزين جدا، عايشين الجيم، مذاكرينه كويس. ما بيبقوش قلقانين منه، بيبقوا مركزين له، فعشان كده بيعملوا ماتشات كبيره. كل قلق في الزمالك الفتره الاخيره هو الزمالك وليس اي فرقه تانيه.